بالحلقة الرابعة ومع بداية البث المباشر، سجل وائل منصور مفاجأة غير متوقعة وبادرة تكريمية رومانسية لفايا يارا وكارلا. وبما أنه نجوم بلا حدود برنامج بيلحظ أبرز الأحداث بالعالم، كان الاحتفال بيوم المرأة العالمي على طريقتنا الخاصة. أنا ما لجأت لعينيك خوفا، مشحون بالحماس التشويق والمنافسة، وبين كل المشتركين عن اعتزازهم الكبير بدور المرأة بحياتهم الخاصة أولاً، مجتمعاتهم وأكيد اهتماماتهم وفئاتهم. لكن العنصر اللطيف بالتحدي توقف عند كون المضمون أنثوي، والتزمت اللجنة بتقييم قاسي وموضوعي لأداء المشتركين. حسيتها أكثر مذيعة يمكن كأنه ماريلين هالمرة، بحس أنه الفيديو ممكن يكون أحسن منه. أنا بشوف في اللي عمله نور الدين تمام. دي تاني مرة في البرنامج أقول أني هدي الحد 5 من 5 في كل العناصر. راشد ما فينا نحكي شيء عن الفيديوز اللي بيقدمه، راشد فنان. أنا حبيت الفيديو الصراحة، زاوية النهاردة كانت كرياتيف جداً. حبيت صورة فيديو نور كتير، الأديتينج والألوان وكل شيء كتير حلو مثل ما عودتينا دائماً. ما في شيء جديد يعني بالفيديو اللي عم بتقدمه. هو أكتر مشترك محيرني في العالم. قصيدة حلوة وحبيت كتير إنك حكيتي عن عهد التميمي. عم بنتظر شو عم بيقدم لاكتسب معلومات يعني مفيدة وحلوة. ما عم بتفاجأ بالفيديوز تبعك، كل شيء قلتي متوقع. It could go really viral. والنتيجة كانت مفاجآت غير متوقعة على مستوى العلامات وإنقاذ الجمهور، وللمرة الثانية سارة يوسف من منطقة الخطر مقابل خروج سامر الناصري. والليلة بيرتقي حجم التحدي وبيكبر ليشمل الوطن العربي مع المواهب العربية الـ11، وهن حالياً جاهزين بأقوى ما عندهم للمنافسة وحاضرين لمواجهة اللجنة وحكم الجمهور. والأهم طبعاً بالنسبة لكل واحد منهم الإصرار على الفوز بلقب النجم يلي تخطى كل حدود. مع بداية البرايم الخامس من نجوم بلا حدود، نوعدكم إنه المنافسة رح تسجل أعلى درجاتها، لأنه عنوان التحدي لهالأسبوع حط على عاتق المشتركين مسؤولية كبيرة كتير، مسؤولية بحجم الوطن. من عدة بلدان عربية وعن فئات مختلفة باقي معنا 11 مشترك، وكل واحد منهم زرع بالفيديو يلي رح يقدمه بتحدي الليلة قطعة من قلبه، ذكرياته ووطنه، على أمل أنه يقنع لجنة الحكم تعطيه أعلى العلامات أو يكسب محبة الجمهور لينقذه بالتصويت في حال وقف بمنطقة الخطر. أما أسرار التحديات وقصص كثيرة عن مشتركين فممكن تشوفوها حصرياً باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، بينما كواليس هالحلقة وغيرها بتعرفوها إذا بتعملوا فولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام يلي عم يظهروا أسفل الشاشة. ولكل يلي بيحبوا يتابعونا أونلاين عم تشوفونا حالياً عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ صار الوقت نستقبل أعضاء لجنة الحكم، وبزقف كتير كبير من رحب بيارا. أهلا وسهلا بفايا يونان. وهلأ بدي أطلب من الحكم يلي بيحضرنا كل حلقة مفاجأة غريبة عجيبة
انه يتفضل على المسرح باسرع ما يمكن اول ما اقول اسمه مره واحده بس. وائل منصور مطلوب على المسرح. التحدي يلي ناطر المشتركين بهالحلقه غير عن كل يلي سبق وشفتوه، لتعرفوا عن شو عم بحكي تابعوا هالتقرير. عبر قناة الآن ومن خلال برنامج نجوم بلا حدود اجتمعوا المواهب المتنوعة من جنسيات مختلفة، تعرفوا على بعضهم ورغم المنافسة كونوا صداقة وألفة، ورغم اختلاف لهجاتهم وبعض عاداتهم الاجتماعية إلا أنه القلب واحد وأكيد عربي. ولهالسبب السعادة والترحيب بموضوع التحدي لهالأسبوع كانت ردة الفعل الأولى للمشتركين بمجرد إعلان سيلين عن عنوانه وهو عرف عن بلدك بخمس نقاط. تحدي هذا الأسبوع هو بدكم توصفوا بلدكم بخمس أشياء مختلفة. لكن بعد البحث والتفكير وخلال مرحلة التحضير اكتشفوا أنه هالتحدي مش سهل، وبما أنه كل واحد منهم سفير لبلده ضمن فئته بلش الجد، ولأنه رفع العلم مسؤولية، واختيار أحلى خمس صور من الوطن بيتطلب البحث بزوايا جديدة وبعيدة عن المعروف سلفاً، اشتغل كل واحد بكل طاقته استعداداً للتحدي. طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حدة المنافسة ارتفعت وموازين القوى عم تختلف من حلقة لأخرى مع تقدم بعض المشتركين اللي عم بشكل مفاجأة للجنة الحكم والجمهور والمشتركين نفسهم. والليلة كل مشترك عنده هدفين، الأول ينجح بتمثيل بلده بأحلى خمس صور، ثانياً يتخطى تحدي هالحلقة بعلامات لجنة الحكم أو تصويت الجمهور ليتابع بطريقه نحو نجومية بلا حدود. يا رفا يا ووائل أهلا وسهلا فيكم من جديد، وبداية مع أجمل يارا، شو رأيك بتحدي اليوم؟ لا هيدي أجمل، بدها تغزل فيك مش طبيعي. لا لا أنت الأجمل. سوري اليوم بدنا نتغزل فيك كتير كتير كتير. إيه ميرسي. بتعقدي. ميرسي يا هلا. شو حلوة. برومين ما برنا صغيرة. كمان؟ إيه هيدي بيحمل لفة كمان. بتعقدي. ميرسي يا هلا. يا هلا شو رأيك بتحدي اليوم؟ التحدي له صبغة وطنية تسمح للمشترك بالتعبير عن حبه لبلده أو التعريف عنه من زوايا مختلفة، يمكن جديدة حتى نحن أول مرة نتعرف عليها. مزبوط هيك أنا بعتقد كمان رح نكتشف إشياء جديدة ببلدان مختلفة. فايا، غير الأغنية الوطنية كيف بيقدر الفنان يعبر عن حبه لوطنه؟ هلا في كثير طرق اكيد. اول شيء مساء الخير، بدي اتغزل بكارلا ويارا ووائل. واتغزل فيك بهالاحمر الحلو كمان. ميرسي ثانك يو. هيداك الاسبوع وائل جاب لنا ورد، اليوم الورد كلها اجت لعنا. يا سلام وصلتيني. ثانك يو يارا. قول حدا ما تقول. في كثير طرق اكيد، يمكن انا يعني كمغنيه بحس الطريقه الاكثر شيء فيه انا اعبر فيها مثلا الاغنيه الوطنيه، بس كل حدا من مطرحه ممكن احيانا الطالب بالجامعه وقت يكون عم يدرس بحماس وبده يشتغل شيء ليرجع يشتغل بوطنه ويعمر، هيدا بحد ذاته عم يحارب على طريقته، يعني كل حدا بيقاوم طول ما يعني طول ما بلدنا ببالنا انه نعمرها ونعملها احلى عم بفيد بلده اكيد، وكل واحد بيعبر من 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 محله يعني. شكرا لك. وائل ايوه طمني، ناوي الليله كمان تزعل المشتركين؟ يا فتحي عليم يا رزاق يا كريم. انت بتشتريهم هدول الاسئله؟ انا؟ ايه لا والله ما بزعل حدا. ان شاء الله يتنقروا معك. ما بتزعل حدا؟ لا من اصل 11 مشترك انا اكيد 12 رح يزعلوا اليوم. حرام عليك يا كارلا، حرام عليك. لا مش ناوي ازعل حد صراحه، لا هم ممكن يزعلوا نفسهم لو هم عملوا حاجات مش تمام. اها تنشوف ان شاء الله الفيديو اليوم يكون على ذوقك وائل. ان شاء الله. شكرا لك. الوطن بيتنا الكبير، عائلتنا وهويتنا، انتمائنا الاول بيكون له وايمانا فيه ما له حدود، وهيك رح يكون التحدي الخامس من برنامج نجوم بلا حدود اليوم وعنوانه عرف عن بلدك بخمس نقاط،
وبذكر إنه المشتركين اللي بيحصلوا على أقل معدل علامات رح يوقفوا بمنطقة الخطر، والجمهور وحده يلي بيقرر مين بينكز من بيناتهم بالتصويت عبر صفحة الآن على فيسبوك. التحدي ابتدى، ومع نور الدين أمين منشوف كيف حيعرفنا بعين الناقد السينمائي عبلاد الرافدين العراق. افتح يا فن من أبوابك نحن الأطفال. فيصل الياسري المخرج العراقي اللي عمل على مسلسلات عربية وعلى الكثير من الأفلام العراقية خلال مسيرته، وعمل على أول فيلم عربي كرتوني طويل بعنوان الأميرة والنهر عن حضارة وادي الرافدين. تعرفون أضخم إنتاج عربي كان الفيلم العراقي المساءل الكبرى؟ بميزانية وصلت 30 مليون دولار، ومثل في الفيلم نخبة من الممثلين العراقيين والأجانب، ومن ضمنهم قاسم الملاك، العلامة الفارقة في الكوميديا الهادفة اللي لامست الواقع العراقي من خلال أفلامه ومسلسلاته. وبعد 29 سنة السينما العراقية تعود وبقوة من خلال فيلم الرحلة من إخراج محمد الدراجي وبطولة زهراء غندور، ويناقش الفيلم أحداث العراق بعد الحرب. ورغم كل المصاعب نحن لن نستسلم، إلى الأمام يا عراق. مساء الخير نور الدين. مساء النور. بداية مع يارا، شو رأيك بالصورة الفنية اللي فرجينا إياها نور الدين عن العراق؟ مساء الخير نور الدين. مساء النور. صورة نور الدين بشكل عام كل أسبوع عم تحلى عن أسبوع. الفيديو حلو كتير، فيه معلومات عن السينما العراقية أنا ما بعرفها، وتفاجأت صراحة قد ايه كان في إنتاج ضخم، 30 مليون دولار ضخم يعني بالسينما العراقية. أي سنة؟ 83. فحبيت الفيديو. شكرا يا رب. فايا، شو تقييمك لفيديو نور الدين؟ مساء الخير نور الدين. مساء النور. حبيت الفيديو كتير، حبيت التسلسل الزمني اللي شفناه يعني، والصورة تبعك حلو، الريبورتاج يعني كيف بلشنا بالأسود وأبيض، وجيت وحبيت الرسالة بالأخير إنه نحن ما رح نستسلم، لأنه العراق بلد منتج للفنون والثقافة. أعطاني أمل الفيديو وكتير حلو، حبيت. شكرا. فايا وائل، فيديو نور الدين كان على المستوى المطلوب بالمعايير الخمسة؟ في المعايير الخمسة أقدر أقول بصراحة، يعني الفيديو فيه محتوى أكتر من رائع. يعني أنا نفسي أصلاً كواحد مستخدم إنترنت بتصفح وبنقل، يعني أنا أعرف السينما المصرية وأعرف السينما، أو أعرف مثلاً في سوريا، أعرف في المغرب، بس ما كنتش أعرف إنه السينما العراقية غنية كده. فالمحتوى أكتر من رائع وإنفورماتيف، بيديك معلومات، فبالتالي أي حد هيعمل له شير من العراقيين نفسهم حتى كمان. فبرافو، التسلسل كله حلو، حتى كمان الأديتنج بتاعك حلو، والتسلسل مش ممل أبدا، بالعكس في نقطة أنت ماشي فيها، مش أنك أنت حاجة مملة بتبدأ من سنة كذا لسنة كذا، بتعمل نقلات نوعية في السينما العراقية، فبرافو عليك. شكراً وارد. أكيد بانتظار علاماتكم. نور الدين، شو كان شعورك لما عرفت عنوان التحدي؟ كنت متحمس بس نفس الوقت قلق، لأن السينما العراقية تعرضت إلى أزمة طويلة، فحاولت كل جهدي إنه أطلعها بأحسن صورة وأوصل كل المعلومات عنها. وشكل الرسالة وصلت، لأنه انبسطوا أعضاء لجنة الحكم بالفيديو. خلينا نشوف العلامة يلي بيدعوا لك إياها نور الدين على 75، تحصل على 64 يا نور الدين. شكرا، منيح المعدل جدا. شكرا لك، بالتوفيق. عرف عن بلدك بخمس نقاط. تحدي حرك عند معظم المشتركين احساس الاشتياق للوطن واعطاهم الدافع لتقديم افضل ما عندهم، ولهيك المنافسه مستمره وبقوه. معلش يارا، خدي راحتك. لا ليك، هلا رح نتوقف مع الفاصل. يارا فاصل، خدي راحتك، انا ناس لساعدك. بريك. من رأيك
نرحب من جديد بجمهور تلفزيون الآن. موضوع التحدي الليلي وطني ومن القلب. ولا تقدروا تشوفوا شو عم بيصير بكواليس هالحلقة أو غيرها من الأخبار، عملوا فولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. وما تنسوا موعد اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية. وهلأ منرجع للتحدي مع محمود أشرف، ومنشوف كيف حيعرفنا بأسلوبه الكوميدي عن أم الدنيا مصر. مين أكتر ممثل كوميدي تعرفه؟ تشور عادل إمام، تفيق الدقن، إسماعيل ياسين، محمود محمود أشرف. حافظ حاجة من النكت بتاعته؟ ما أنت مين؟ بعد 14 سنة في خدمة في سنوي أنا يتقول لي أقف. هلو يا همباكا. هلو يا همباكا. أنا عاوز جملة مفيدة. يعني مش ممكن أنسى البامية. المصري بالنسبة لك معروف بإيه؟ خفة دمه. شهامة. أول ما تقول له أنت منين قبل ما يسمع يقول لك أجدع ناس. قول لنا جملة دلوقتي أكنك مصري. يا واد يا حمار يا ما تنزلش الحارة تلعب بالشوارع. والله وأنا مش بتكلم زي المصريين ولا إيه بالظبط يا جدعان؟ ولا إيه يا عم الحاج؟ صحيني فوقني حميني غرقني. إيه المنطقة اللي لو جيتي مصر حابة إنك تزوريها؟ شرم الشيخ، دهب، الأهرام. كل شيء بمصر حلو لأنه أحلى حاجة في مصر. أنا طبعا أكيد أكيد محمود وبس. مثلا مصري، بصرة المحب خروف، القرد في عيون أم غزال. امشي ورا اللي باكيك مش اللي ورا ضحكك. الله ينور على حبيب قلبي. لا أنت تجيبه سبب. سهل جدا إن أي حد يطلع يتكلم على بلده بشكل حلو، ومين هيشهد للعروسة؟ بس اللي مش سهل بقى إن الشعوب التانية هي اللي تطلع تتكلم على بلدك، وهي دي مصر. منورة الفيديو والله. اهلا وسهلا فيك محمود، شو هالممثله المهضومه معك؟ ده منوره والله، انا حابب اشكرها فعلا على عنجد لذيذه جدا. بس هنبلش مع وائل لنسمع شيء سلبي، ما بعرف بحس هيك لانه انا معك بالفيديو غالبا عشان كارلا في الفيديو. فبص انا يعني عاجبني الفيديو بس للاسف هضطر ان انا انقص في العلامات عشان كارلا كانت موجوده. لا هي مش سامعاني، بتشبهني مش انا. سوري انا اسف، افتكرتك سامعاني. اوكي ما بيسترجي. لا انا لا انتوا كلكم عليا ولا ايه؟ خلاص عيد المرأة خلص. في ايه؟ لا تمسكتوا في عيد بقى ماسكين فيه. لا تعالى نتكلم بجد. محمود انت جبت الخمس حاجات، تكلم مصري، مكان مصري، مثل مصري، اشهر ممثل، والمصري بيشتهر بايه، صح؟ عجبني الفكرة ان انت نازل بعفوية، واحلى حاجة كونتنت بيحبوه الناس او المحتوى اللي يحبوه الناس اونلاين هو حاجة مدروسة وعفوية في نفس الوقت، فده اتنقل لنا، ما كانش في أي تمثيل، كان عفوي. أنا عاجبني الفيديو، وده بصراحة أول فيديو أحبه لك يعني. واو، جيف مي فايف محمود. عشان كارلا. لا مش عشان كارلا بس، ما تضايقيش نفسك قوي كده. حلوة. شكرا شكرا وائل. فايا، شو رأيك بمحتوى الفيديو؟ محتوى الفيديو كتير يعني حلو ومهضوم، وأنا بيعجبني بمحمود دائما بيفاجئنا بالبرسبكتيف أو أي يعني أي منظار عم يطرح التحدي اللي بياخدوك الأسبوع، إنه ما مش هو حكى خلى الناس تحكي، يعني أنت قلت هالشي بالفيديو بس عن جد كتير حلو وكتير ضابط على يعني مصر. كتير كلنا بنحكي مصري وكلنا يعني، فحبيت كان كتير موفق، فكرتك كانت موفقة وطريقة تنفيذها موفقة. شكرا شكرا فايا. يارا، إذا بطلب منك تعبري عن حبك لمصر شو بتقولي؟ بالمصري. مثل ما بدك على راحتك، مو عم بصعبها. بحبك بحبك حب جامد يا مصر يا أم الدنيا. أيوه. عجبك الفيديو؟ بدي أقول له مثل لمحمود هلا تذكرته. الحظ لما يأتي يخلي الأعمى ساعاتي. أول مرة تسمعه؟ أول مرة أسمعه. والله أنا مصرية أكتر منه. شفتي؟ شفتي إزاي؟ شو يا وائل؟ والله أول مرة أسمعه، أنت سمعته قبل كده؟ معروف. شفتي إزاي؟ ساعاتي آتي. ما تقول له هلا بنقص لك عليه. لا مش معروف مش معروف. كده بتدعني؟ والله لحط لك صفر. إيه عجب. والله طب هو صفر بقى. أنت عجبك يا يارا، المهم عجبك. حبيت فكرة إنه مش هو عم يتكلم عن بلده، خلى الأشخاص الناس الغير مصريين يحكوا، فهيدا الحلو حبيت. شكرا لكم، نحن بانتظار اكيد العلامات. محمود، شو السبب انه المصري هيك بيتمتع بخفه الدم؟ انا اظن ان احنا عشان بنضحك في الهم اكتر من الحزن، طول الوقت بنضحك، مبسوطين زعلانين دايما بنضحك. الشعب المصري واحلى شيء اصلا، تواجه مشاكلك بضحكه. مظبوط. خلينا نشوف علامتك، ان شاء الله الضحكه ما بتفرقنا من بعد ما نشوف معدل علاماتك على 75 59 يا محمود. شكرا. ورح نشوف ترتيبك. هيدا كده
شو يا را علامتك وائل كل حط له علامه وائل انت بالمرتبه الثانيه على وائل بني سامحه بقى لا على فكره شكرا محمود منك لله شفتي شو حاسبينه عليا في البرنامج ولا ايه منك لله شكرا شكرا عن فئه الفلوج ومع ساره يوسف كلنا حماس لنشوف كيف رح تعرفنا عن فلسطين انا فلسطينيه ولكن ما عشت بفلسطين بحياتي عايشه طول عمري بالسويد ولهيك قررت اليوم اخذكم معي مشوار لتحسوا معي شعور فلسطين بيوم واحد هاي ساره هاي بيان طب كثير حلو ثانك يو لك حبيبتي على عهدي على ديني على ارض تلاقيني انا لاهلي انا فديهم نحن اكل مسخن وهي المسخن شو هلا بدنا نروح نتحلى شو رح نتحلى كنافه نابلسيه فلسطيني فلسطيني انا دمي فلسطيني يوم كثير بجنن وهي الكوفيه الفلسطينيه لاحلى بيان حبيبتي حبيبتي تسلمي مساء النور مساء الخير ماشي الحال الحمد لله عصبنا منيح ايه اكيد يلا بدايه مع فايا حبيت النقاط الخمسة اللي اختارتهم ساره ايه حسيت كيفك ساره تمام حكيتي عن الدبكه الفلسطينيه الكوفيه الكنافه المسخن والخامس كان الثوب اللي لابستيه اوكي يعني برايي نفستي التحدي بشكل حلو وهالاسبوع يعني الفلوج حسينا عن جد فلوج يعني فيديو بلوج شفنا يوم كامل معك شو عملتي حسيته أقرب لل يعني كنت كتير وفية للفئة تبعك شفناها بوضوح بشكل عام حلو ما بعرف اللي حسيت بده بس شوية هيك يعني هو كان كله أكشن بس حسيت يعني في مثلا في مشاهد طولت كتير في ما بعرف يمكن كان بدنا نشوف كانت تفاصيل اكثر عم تتذوق الاكل والكنافه كمان هيك كانت طيبه يمكن ما بعرف يمكن شيء بالايديتنج يعني انا يمكن لو شفته اونلاين انه بشوفه بس يمكن ما بعمل له شير ما بعرف كان في شيء ناقص شكرا يعني فايا يارا كيف شفتي اداء ساره اليوم تركي لي كل شيء على جنب بدي اشوف اذا جبت لي مسخن معه وإذا كنافه معه وكنافه نابلسيه يعني هول الاثنين نقطه ضعف عندي مش طبيعيه فوينهم موجودين بس مخلص انا ساره انت اعطيه علامه منيحه بتشوف اذا بتعميك ساره كثير بحب شخصيتها مش معقول فيها كميه تفاؤل مش طبيعيين اول ما تشوفيها هالفيديو كثير حلو محسنه عن قبل اكيد والخمس اشياء اللي حكيتهم عن بلدها المهمين لأكيد نحن بنعرفهم وقالتهم بطريقة يعني كتير حلوة وصلت الفكرة وحبيت كتير الفيديو اليوم شكراً شكراً وائل سارة عم بتحاول قدر المستطاع تكون فلوجر بعد توجيهاتكم غيرت أسلوبها شوي أنا اليوم لاحظت قدرت تقنعك بهالفيديو دي النهاردة بصراحة شايف أنك أقرب من أي مرة شفتك فيها يعني ناتشرال جدا وشلتي كل الفلترز اللي كنتي حطاها وانا بالعكس انا بختلف مع فايا في الحته دي الفلوجر اهم سمه فيه العفويه وانه يكون ناتشرال جدا انا النهارده اذا ما عرفكيش هحبك من اول شوت في الفيديو لا لانه هي بتتكلم انا فلسطينيه معيش في فلسطين والابتسامه مفرقتش وشها وخدتنا في خمس لفات مزبوط. انا يعني انا مع اني عمرها ما عشت في فلسطين وانا عمري ما رحت فلسطين هكون عايز اروح بس من حاجات بسيطه هي عملتها which is perfect شكرا ده فيديو حلو قوي اكيد بانتظار توضعوا العلامات ساره الاسبوع الماضي يارا قدمت لك ورده وفانزيت يارا يعني حسدوك على هالموقف شو كان شعورك لما اعطيتك الورده يارا اكيد اكيد فخوره اني احصل على محبه يارا ولهلا الورده عندي وكل يوم بقول حبيبتي يارا شكرا كثير يا حبيبتي الله يوفقك يا رب ورتك وائل بعدها معي نعم الورده تبعك طب والله كويسك ما حرقتيهاش لا ناطره الوقت المناسب عشان تحرقي خلينا نشوف علاماتك ساره على 75 60
ثانك يو. شكرا لك ساره، كل التوفيق. لحظه خليني اشوف الترتيب قبل. لحظه بدي اروح معها ياكل مسخن، ما تروحي بالبريك هلا، رح يوصل البريك بعد شوي. اوكي خليني اشوف ترتيبك ساره، تعي لتشوف الستين باي مرتبه بتوضعي. تعي على المسخن حبيبتي. الثاني انت بالمرتبه الثانيه. حلو شكرا لك. وهلا مع عبد الرحمن الحريري من سوريا، ناطرين نشوف اذا رح يقدر بالتحدي الوطني يحافظ على المرتبه الاولى. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. فيديو مؤثر. شكرا. انا حبيته كثير، يا ريتني بلجنة الحكم كنت بعطيك 10/10. شكرا يارا. شو حبيتي اكثر شيء بفيديو عبد الرحمن؟ حلو الفيديو، حبيت الفيديو، حبيت الفكره، حبيت عضلاته لعبد الرحمن. شكرا. حبيت عضلاته، بس نحن بنعرف كل ما يكبروا العضلات كل ما تكبر العقل يكبر، مش كل ما يكبر وكل ما يصغر العقل. ونحن بنعرف عن الرياضة انه عنده روح رياضية وعنده اخلاق عالية وكل هالصفات الحلوة اللي خبروني عنها. شكرا. عنك بعطيك لايك عليها ولايك على الفيديو. شكرا. 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 وائل، قدر عبد الرحمن يفاجئك بشي جديد الليلة؟ عبد الرحمن انت الاسبوع اللي فات كنت يعني في التوب، بس انا الفيديو حاسه مش عارف، حاسه اوت اوف ثيم، يعني مش ماشيه في الموضوع. انت المفروض تتكلم عن 5 حاجات عن بلدك، انت بس كتبت اسامي المدن وكلمت عن الكتله العضليه وانه مش عارف مين ده لازم يبقى ده وكلهم متكاملين. فانا مش عارف، حسيت انت ما فهمتش البريف بتاع الحلقه ولا ما فهمتش الثيم ولا ايه بالظبط. بيوتي شوتس وكل حاجة تمام، بس الثيم بعيد كل البعد، يعني حتى أنا زهقت من أول 3 ثواني اللي هو أنت بتحاول. هو حكي عن 5 عضلات موجودين بال، ماشي، بس هو أنت بتتكلمي على 5 حاجات عن بلدك، صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ صح؟ صح. طيب إيه ال5 حاجات عن بلدك في الفيديو؟ ال5 أشياء أني نقيت مدن في الشمال جنوب شرق غرب ومنتصف سوريا. أوكي. وعضلة البايسب تتكون من 2 رأس، وعضلة الترايسبس تتكون من 3 رؤوس. أيوة. إيه ال5 حاجات اللي في إنه كل حاجات عن كل المحافظات متصلة مع بعض ونحن كلنا بلد واحدة وإيد واحدة. إذا جزء واحد من المسل is missing the whole muscle can't function. I know what's new. إيه الجديد؟ إن ما إحنا عارفين إنه كل بلد مدنها كلها متواصلة وكلها مترابطة مع بعض. هيعمل إيه في الرياضة يعني؟ ما أعرفش يعمل أي حاجة، بس أنا شايفه بعيد. وصلت فكرتك وائل. شكرا. ميرسي يا قلبي. شكرا. فايا، شو رأيك بالمضمون؟ أنا ما بتفق معهم. ما بعرف إذا لأني سورية عارفة شو عم بيصير هلأ. أنا كثير تأثرت بالفيديو. حسيت في مسج كثير حلوة، شفنا الخريطة. جغرافياً أنت حكيت عن 5 محافظات كل وحدة بمحل. أنا كسورية بس بدي أقول إنه حبيت الفيديو كثير، تأثرت فيه. وسوريا ما بتكمل إلا بكل السوريين. صح. بدون استثناء، أنا كثير حبيت الفيديو. شكراً. حسيت أصلاً إنه يعني وقت سمعت التحدي قلت عد عبد الرحمن شو حيعمل بفئة الرياضة، قلت معقول يحكي مثلاً عن رياضيين من سوريا، بس الفكرة فاجأتني وكثير حبيتها كيف إنه عن جد لازم نكون إيد. أنا حبيت. أكيد. شكراً لإليك فايا، من ضمن صوتنا لإليك. نحن بانتظار توضع علامة مناسبة لعبد الرحمن. عبد الرحمن، مين المنافس يلي بتخاف إنه ياخذ منك المرتبة الأولى الليلة؟
ما بخاف من اي منافس ياخذ المركز الاول، بس بتمنى وحده من الصبايا. ما حدا بيسترجف فيت هيك ولا لا؟ ما بعرف، تنشوف. بتمنى وحده من الصبايا تاخذ المركز الاول. الصبايا مين؟ ممكن نور. نور عندها فيديو كثير حلو، تنشوف. حمسنا نشوف فيديو نور. خلينا نشوف علاماتك على 75، معدل علامات عبد الرحمن 41. شكرا. خلينا نشوف الترتيب. 41 بتكون بالمرتبة الرابعة لهلا. شكرا. شكرا. على لبنان بلد الحرف، الحضارة والأرز. منرجع مع سمر أنطون المشتركة عن فئة الويلنس ومنشوف كيف استعدت لهالتحدي. من بعد ما الكل عم يسمع أخبار ما بتطمن عن البيئة بلبنان، رح وجه رسالة اليوم خصوصا للمغتربين اللي صار لهم زمن ما أجوا على بلدهم، لعرفهم على وجه لبنان اللي كله صحة وعلى اللبنيز ويلنس ماب. ببلدي اللبنانيين بيستفيدوا من الطبيعة المتنوعة اللي بتسمح لنشاطات كتيرة بتفيد نفسيا وجسديا، مثل التخييم بالطبيعة. أثبتت علميا العلاقة بين المناخ المعتدل مثل اللي موجود بلبنان والصحة النفسية الممتازة. الطبيعة والمناخ ببلدي بيسمحوا بالزرع العضوي يلي صار له من سنة 2010، وهو بيمنع من دخول المواد الكيميائية على جسمنا. الأكل اللبناني بيتبع الميديترانيان دايت، المعروف إنه بيتفادى أمراض القلب لأنه غني بزيت الزيتون وغني بالألياف الموجودة بالخضرة والفواكه. بلبنان حياتنا الاجتماعية وحبنا للتعاطي الدائم مع الآخر بتساعدنا نعيش لفترة أطول ونكون بصحة جسدية ونفسية أحسن. هيدا هو وجه لبنان اللي بحبه، وهيدا خريطة لبنان اللي رسمتها على طريق. مساء الخير سمر. مساء. بونسوار. انا بعرف انك رقيقه ونعمه كثير وكل شيء وحساسه، بس مضطرين نبلش مع وائل. بتمنى تاخذ هالشيء بعين الاعتبار وائل، انه سمر تنجرح يعني اذا استعملت كلام مؤذي من كلامك. ليه يا كارلونا؟ ايه وحش؟ ما بعرف. انا ما قلتها. مش عارف انا. شو رايك بالصوره اللي قدمتها سمر؟ تنشوف الكلمات اللي رح تستعملها. بص يا سمر، الفيديو ده حلو جدا. انا شايف ان انت من اكثر الناس اللي بتتطوروا. الدنيا برد ولا ايه؟ الناس اللي بتتطور، مش عارفه اقول الكلمه. بتتطور. بتتطوروا. قوليها يا سمر. ايه؟ بتتطوروا. بيتطوروا في البرنامج. عجبني فكرة قوي ان انت طول الوقت عم تقول بلدي بلدي بلدي، وجبتي الرمز بتاع البلد اللي هو الارز، وطلعتي منه كونتنت حلو جدا. يعني انا نفسي يعني حبيت كل حاجة في الفيديو، وعندك البيوتي شوتس بتاعتك حلوة جدا، وزبطتي ما بقيتيش مونوتون زي الاول. في الاول زمان فاكرة كنت طالعة من غيبوبة. الا ما تنزعها بالاخر. شكرا وائل. لا بس برافو يا سمر. برافو برافو برافو. الجزء الاول من كلامك وتعليقك كان كثير حلو، شكرا لك. اكيد فايا. بالمعايير الخمسة وين بتستحق سمر علامة كاملة؟ يمكن بالجماليات. وستايلك كثير حلو اليوم. كثير. انا بس بدي اضيف انه لبنان، يعني انا لو قالوا لي احكي عن اوصف لبنان بخمس، كنت حطيت اول شيء الجمال والذوق وكل شيء هيك. تسلمي. شكرا لك. ثانك يو. حلو الفيديو، حلو حلوه الفكره. ما بعرف انا يعني اكيد باول فيديو كنتي اكثر مونوتون، بس انا شخصيا ما عندي اي تعليق على الفيديو ما عدا طريقه البرزنتيشن. يعني ما بعرف ليش لما تحكي بحس ما بحس في حياة، ما في روح. طريقة حكيك مش المعلومات أو مش كيف بتقوليهم، يعني ما بعرف في شيء بالنبرة. بس تحسنت قوي. تحسنت كتير. أنا ما عم أقول، بس أنا شخصيا يمكن بحس بعد البرزنتيشن فينا نشتغل عليها بعد شوية. شكرا فايا. يارا، اقتنعتي برسالة سمر؟ من أحلى الفيديوهات اللي شفتهم لهلا من سمر، والأشياء الخمسة اللي حكيت عنهم عن لبنان كثير حبيتهم. أنا بضم صوتي لصوتها. أنا سبق وقلت بدعاية مع وزارة السياحة بلبنان، ليش في أحلى من لبنان؟ مزبوط. ليش في أحلى من مناخ لبنان؟ ليش في أحلى من أكل لبنان؟ أنا بعطيكي علامة كاملة اليوم. شكراً لك يارا. شكراً. أكيد بانتظار علاماتكم. سمر، شو أصعب موقف تواجدتي فيه؟
حاليا بالبرنامج. بهالمنافسة أكيد بالبرنامج. وقتها كان موضوع التنمر ويعني ما عرفت أقدمه بطريقة هيك لأنه كان موضوع نيجاتيف، فأنا هيك بحب الأشياء البوزيتيف عادة. ووقفتي بدائرة الخطر كمان كنت. مزبوط. بس أنقذك الجمهور. خلينا نشوف إذا رح ينقذوكي أعضاء لجنة الحكم من دائرة الخطر. تاخذي معدل عالي 61 على 75. خلينا نشوف ترتيبك. وين صارت؟ 61 لسمر بالفئة الثانية بالمرتبة الثانية. شكرا لك. شكرا. مستمرين بالمنافسة مباشرة على الهواء وبالبث الحي عبر قناة الآن على يوتيوب. والليلة اثنين المشتركين مهددين بالوقوف بمنطقة الخطر، ولهيك بطلب من الجمهور يكون على استعداد للتصويت عبر صفحة الآن على فيسبوك لأعطاء واحد منهم فرصة جديدة ليرجع للمنافسة، يثبت موهبته ويكمل طريقه نحو النجومية. فاصل سريع وراجعين، انطرونا. نجوم بلا حدود برنامج الهوات الأول من نوعه عبر الشاشات العربية، جمع الموهوبين من الوطن العربي ليحقق لهم حلمهم بأنه يصيروا من المؤثرين على السوشيال ميديا. وهلأ مع رولا قادري بنشوف شو محضرتنا عن فئة الغناء. لبنان يا قطعة سماء كيفك ألم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. ساعات 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 أحب عمري وأعشق الحياة. سلم عليها يا هوا وأحكي خطرنا على بالك، خطرنا يا هوا كان ملنا ومالك نحن يا هوا. رولا قادري من لبنان، اهلا وسهلا فيكي. شو هالسينكرونيزاسيون الرائعه بالفيديو. اكيد بنسال يارا شو رايك بالمدلي اللي سمعناها من رولا؟ والله اني حسيت بقشعريره انا عم بحضر الفيديو. يعني هالخمس عمالقة اللي حكيت عنهم اللي نحن ربينا عليهم عطيت صورة كتير حلوة عن لبنان. هيدا أكبر دليل. I like. شكرا. شكرا يا عرا. فايا كيف بتقيمي الصورة يلي قدمتها رولا اليوم؟ كتير حلو. يعني أنا شخصيا متأسرة بالمدرسة اللبنانية بالموسيقى، بحب الرحابنة وضيع الصافي زكي نصيفة مثل يارا هيك تأثرت، حبيت كتير المدلي. حبيت إنه نقت كمان، شفنا كولتشرلي الأكل، شفنا أماكن مختلفة، شفنا الجرافيتي صبوحة بالحمرة بحبها كتير، حبيت كل شيء بالفيديو. حلو. شكرا لك فايا. وائل. نعم. قد ايه هالفيديو بيحمل معايير التأثير والانتشار؟ تأثير ممكن يكون لي تأثير سلبي. سوري. سوري ما سمعتك. لا لأنه عامة لو هجيلك كومنتس، كل الكومنتس اللي هتجيلك هتكون إن أنت قايلة كلام أغنية غلط بتاع صباح. بعشق الحاجات مش معلش الحياة. معلش دلوقتي عديها لنا يعني. ما علينا يعني، بس أنا بقولك إنه عامة الإديتنج بتاع الصوت مش عاجبني. يعني انت باين انه في حاجه استوديو فيرجن وفي حاجه باينه بالجيتار موبايل فيرجن. موبايل فيرجن بس حسيت انه فاهمه في، انا بتكلم تكنيكلي دلوقتي تقنيا. انا لاحظت اللي حكيت عنه بالاول خاصه حسينا فرق في الاول لما غنت لبنان اكيد طلع بعدين غير مؤثره. تاني حاجه ما اعرفش، حسيت انه اذا هتغني حاجه لصباح غنيها كملي لبناني، مش لازم تغني حاجه مصري. جماليا بص انا بقول لك الحاجات دي لان انا احنا اللبنانيين نقدر ما اسمعي بس هقول لك دلوقتي انا متعود منك يا رولا باللبناني وبالمصري. ما انا عارف بس انا متعود عليكي في منزله معينه، فما زي عبد الرحمن لما حسيت انه في خيبه ظن. انا النهارده برضو انت من الناس الاقويه جدا، فحس شويه خيبه ظن انه استسهلتي
مستسلتي ولا لا؟ شكرا وائل. لا ما انا حاسس كده، ما اعرفش. شكرا وائل. اكيد بانتظار انه تسجلوا علاماتكم. رولا، على اي اساس اخترتي هالاغاني الخمسه؟ على اساس انه هن يعني رموز من لبنان، يعني انا بالنسبه لي هن هو الاغاني او العمالقه، هن بيمثلوا لبنان ورمز من رموز لبنان، مثلهم مثل الارز يعني. اكيد معك حق. خلينا نشوف وائل مأخر شوي بوضع العلامه. ما شامين تعملوا علي بتاع. ما انا عندك كامل الحريه. يلا طلعوا العلامات. معدل علاماتك يا رولا على 75. 52 رولا. شكرا. خلينا نشوف ترتيبك. 52 بتكوني بالمرتبة الخامسة رولا. شكرا. شكرا لإلك. شكرا. مع زاهد فيلمبان رح نتعرف على المملكة العربية السعودية من نافذة الثقافة والعلوم. كوكب الأرض موجود فيه درب التبانة، وعلى الأرض المملكة العربية السعودية. هذه المملكة مثيرة للاهتمام لأنها اتفقت مع فيرجن جالاكتيك لإنتاج أول طائرة فضائية لبدء السياحة الفضائية في السعودية. التذكرة الواحدة ب 200,000 دولار، سعر رمزي جدا. الأمير الأول والوحيد في تاريخ البشرية اللي طار للفضاء هو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 70% من طالبات السعودية يدرسوا تخصصات علمية، هذه النسبة هي الأعلى في العالم. بير الغوار فيه نفط يكفي 4,700,000 مسبح أولمبي. لو رصينا المسابح هذه كلها بجانب بعض راح تلف الأرض 6 مرات. أخيراً المملكة العربية السعودية حجمها كبير كفاية بحيث أنها تكفي القمر. فالمرة القادمة اللي تفكر تهدي زوجتك القمر لا تقلق، عندك المساحة الكافية لهذا الشيء. فحياكم الله في السعودية. مساء الخير زاهد، تحية لك وللمملكة العربية السعودية وكل اللي عم بيتابعونا. يارا، شو رأيك بالمعلومات يلي قدمها زاهد هالمرة؟ هل هي مبسطة مثل ما طلبتي منه؟ بدي خبره معلومة لزاهد ما بعرف إذا بيعرفها. استوقفني خبر من يومين إنه عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج توفى عن عمر يناهي 76. صحيح. ما بعرف سنة، ما بعرف إذا سمعت بالخبر. أيوة. استوقفني الخبر ما بعرف ليه، إنه ما كان بهمنا الموضوع أبداً. قريته وحبيت اللي شدني كمان إنه بأواخر الثمانينات نشر كتابه تاريخ موجز للزمن، ولقى انتشار كتير كبير، شهرة كتير كبيرة، لأنه كان بيعتقد الإنسان العادي لازم يعرف مبادئ الكون، فبسط المعلومات بطريقة سلسة ليوصل المعلومات. أول مرة بقرأ هيك معلومة. يعني أول شيء بشكر نجوم بلا حدود، هيدي ميزة البرنامج إنه بخلينا عن جد نهتم لقصص ما كنا نعرف، ما كنت بتخيل حالي إنه ممكن نقرأ فيزياء. شكراً لك زاهد عن جد. أنا عفو. شكراً لك. حتى الفيديو، تنرجع للفيديو، الخمس أشياء اللي حكيت عنها اللي أكيد أنا شخصياً ما بعرفها، وهالسلسة والمبسطة كتير حبيت، واللي شدني أكتر الطالبات السعوديات عم بحكي كتير، حسي حالي مثلهم. لا لأنه حلو الفيديو، فيه معلومات كتير وصلها. الطالبات السعوديات اللي اختصاصهم العلوم واللي أعلى نسبة هن بالعالم، كتير شدني هيدا الخبر، كتير حبيت الفيديو، وإن شاء الله ما أكون كتير حكيت. لا شكراً زاهد، حكيك إيجابي، بنحب كتير نسمعه، مش مثل هونيك ناس بيحكوا أشياء سلبية. وائل، نعم. شو تقييمك لفيديو زاهد؟ عمال تلقح علي كلام من الصبح يا كارلا. ما بلقحش. كفاية تلقيح. لا ما فهمت. ماشي. فيها تلميح. طيب زاهد ده أهلاً. نعم؟ أهلاً وسهلاً. زي حضرتك عامل إيه؟ بخير. ده أحلى فيديو شفته النهاردة. ده بالظبط نفس اللي بشوفه في اونلاين، في بره اليوزرز اللي موجودين بره، مش ان هم احسن مننا، بس بكلمك حتى كمان المعلومات اللي فيه الكونتنت، وحتى البانش لاين اللي انت عملتها في الاخر اللي هي زي سمارت جوك كده في الاخر، بينكت صاير كتير مهضوم. بالظبط نفس، يعني انا حاسس نفسي بتفرج على حاجه ات وود جو فايرل، مش عشان محتواها، علشان الالقاء نفسه.
دي حاجة أنا بالنسبة لي جديدة يعني عندك أنت، لأن أنت برضو من الناس اللي كانت مملة شوية في الإلقاء بتاعها. الأسبوع الماضي كمان استعمل جانب كوميدي. بس دي ملعوبة صح. ده أحلى فيديو شفته النهاردة، وشكرا لك. خمس علامات في كله. شكرا. لا من ناحية كله فايف حطي فايف. فايا عندك نصيحة لزاهد اليوم؟ على فكرة هو زاهد من يوم يومه مهضوم على فكرة من أول فيديو، بس هو لأنه بلش يبسط القصص أكتر صرنا. طيب ما حلو، ده حاجة كويسة. أنا جاي عليك يعني. لا لا أهو الله يخليك. حبيت الجرافيكس. أنت عملت كل شيء في كل شيء. الجرافيكس كتير حلوين، المعلومات كتير حلوين، ويمكن كان ناقص بس بالأول. أنا بتفق مع وائل يعني هذا شيء أنا يمكن بشيره لأنه كتير إنترستينج يعني مثير للاهتمام، بس يمكن مثلاً بالأول كان في لا بنعمل له شير بننشره بنعيد نشره وليه، بس يمكن بالاول لو حطيت مثلا هاي خمس معلومات حتى عرفت كيف، لانه فجاه قلبت على الطالبات السعوديات. لو انا ما بعرف انه التحدي اليوم هن مثلا خمس قصص، لانه انت قلت بس المملكه السعوديه فيها شغلات مثيره للاهتمام بس خمسة. مالك اي بعرف بس انه يعني لانه انا تفاجأت بس شكرا وصلت الفكره فايا. شكرا لك. خمسه وهياخد خمسه والله. شو هالوائل شو كريم. شكرا. اكيد ناطرين علاماتكم. زاهد لمين اشتقت اكثر شيء بالمملكه العربيه السعوديه؟ بلا شك امي. الله يخلي لك اياها. عم تتابعنا هلا مجهله تحيه. اكيد اكيد اكيد. خلينا نشوف معدل علاماتك يا زاهد على 75. فايا بعد ما وضعت العلامه وضعتهم مش الحال على 75 تحصل يا زاهد على 72. ثلاث علامات كنا سكرنا سكور. خلينا نشوف ترتيبك اكيد بالمرتبه الاولى لهلا. اكيد هيكون في المرتبه الاولى باللي عرفت كريستين علينا. بالتوفيق. شكرا لك. شكرا. جيلان وكيل موهبه شابه وشاعره جديده رح تتغزل ببلاد الياسمين مهد الحضارات سوريا. بين مجلدات الذاكره وبين ارصفه الياسمين ثمة حكواتي عتيق يسرد سيمفونية القبانين، يسرد لهفة الجيران في جو رمضاني، وقاسيون يمشي على ضفاف النواعير ينصت للطرب الأزلي. نحن إذا أمطرت علينا رصاصاً خلقنا فاكهة الصبر من أشواك الحرمان العبثي. نحن إذا لفظ الغاز أنفاسه قلنا هناك حطب خشبي، وإذا أطفئت أنوار المدينة ضحكنا حتى ابتل الشمعدان الناري، وقلنا نور القمر كاف في هذا الظلام الليلكي. مساء الخير جنان. بداية مع وائل. وائل كانت جنان على قد توقعاتك اليوم؟ زي توقعاتي. هي من بصراحة يا جنان من في الأول خالص كنت من بالنسبة لي من أضعف المتسابقين، بس أنت دلوقتي من أقواهم، وبتهيألي ان انت مؤهله تكوني في الفاينلز يعني لو انت استمريتي بالبيس ده او بالطريقه دي. برافو عليكي. وعجبني جدا اكتر واحده بتعرف تاخد بيوتي شوتس تبين معنى الكلام اللي هي بتقوله، فبرافو. شكرا لك وائل. يارا تأثرتي بكلمات جنان؟ طبعا الشعر مؤثر جدا مثل العادي. يعني جنان مثل ما قال وائل، انا حسب معرفت لإلا لجنان إنه قبل كانوا يساعدوها بالفيديوز، هلا هي عم تشتغلهم لحالها. قد ايه انت تقدمتي وقد ايه شغلك احلى من قبل، غير انه الشعر رائع وتأثرنا، وقد ايه حكيتي عن خمس اشياء كيف جمعتي الثقافة والفن السوري. بعطيك علامة كاملة. رائع. شكرا. فايا بين الصورة والإلقاء شو الجديد يلي قدمته جنان اليوم؟ انا بهالفيديو تحديدا ما رح اعطيكم شيء موضوعي، لانه انا كسوريه كثير حبيت كل شيء حكيتي عنه. يعني جزء مني، فحبيت الصوره اكيد. انت عملتي اديتنج لكل شيء، كل شيء يعني بين شيء كثير بروفيشنال. وحبيت القصيده اكيد، وكل شيء كان جميل. شكرا. شكرا لك فايا. اكيد بانتظار توضعوا العلامه المناسبه لجنان. جنان شو اكثر تحدي حبيتيه لهلا؟
هيدا التحدي كثير حبيته لانه سمعتي اراء ايجابيه. لانه هيدا التحدي كثير حلو انه انا عم مثل بلدي حسب فئتي انا بعيوني انا كيف انا نظرتي كشاعره. مزبوط مزبوط. خلينا نشوف تعليماتك. اراء اللجنه كانت ايجابيه. واو 62 وترتيبك يا جنان بيكون على الشكل التالي. انت بالمرتبه الثالثه. شكرا لك. وهلا فاصل سريع وراجعين. رجعنا لأجواء التحدي الخامس من نجوم بلا حدود. يارا عم بتشوفي انه المشتركين عم يتقدموا من تحدي للثاني؟ جدا جدا. هلا بتزعل كريستين عم طول جدا. لا فيكي بس وائل بيطلع له نص كلمه. لا اكيد اكيد منا بقى كارلا بقى. شو وائل؟ لا يعني خلاص انا هسكت بقى مش هتكلم ولا كلمه. لا بليز انا ما برضه ازعلك. اه والله يعني جاي في اخر الحلقه وتقولي مش برضه ازعلك. لا مش اخر الحلقه بعد في كم مشترك بس انت عم تكون سلبي اوقات مع المشتركين. لا عملت من ساعه ما عماله تجرحني من الصبح. هلا حبكت معك هلا تتضايق طيب عم يتقدم والمشتركين. لا انا ما 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 برد انه زعلك انا عن جد. ايه لا زعلك ما بيهون علي عن جد بعتذر. كيف بدي اعتذر يا سلام. لا لا اكيد مخبيه حاجه انا متاكد انه جرحتك. كيف بدك يعني اعتذر؟ ما اعرفش ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصحى. لما شفت الواوا شلت صار الواوا عبارة. لا جرحتيني. عيد ميلاد جرحي أنا. عيد ميلاد جرحي أنا. لا أنا مجروح. لازم نعملكم أنتم برنامج مواهب تقليد. رضيت يعني هلا خلاص صفية لبن حليب يا قشطه. اوه ايه ده ايه ده ايه ده العب. مع نور ابراهيمي بنروح برحله المغامره والسفر على اجمل خمس محطات بارض المليون شهيد الجزائر. انا لما نسافر نحب نبحث عن جوهر البلد. اليوم راح نوريكم خمسه اشياء اللي لازم تعملوها كي تزوروا الجزائر. المطبخ الجزائري معروف بالتنوع تاعو خصوصا الاكل الشعبي. عند زيارتكم للجزائر تلقاوه في كل شارع واكله المحاجب من اكثر الاكولات شعبيه. وانتم تتجولوا في الجزائر العاصمة روحوا لشارع أودا اللي راح تلقاو فيه فنانين من مختلف الأنواع رسامين مغنيين وهذا الشارع هو اللي يجمعهم من أغاني شعبية معاصرة وغيرها. وإذا حابين تعرفوا على تاريخ الجزائر روحوا أحياء القصبة العتيقة اللي كل شارع فيها يحمي ألف حكاية وحكاية لبلد الألف والمليون شهيد وتعرفوا على العمران الجزائري. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في مدينة تمرسط ليفوتكم أجمل شروق وغروب شمس اللي أكيد رح يبقى راسخ في أذهانكم. وآخر شيء تعرفوا على تقاليد الشعب الجزائري في المتاحف العديدة الموجودة اللي متأكدة رح تسرق قلوبكم. أهلا وسهلا فيك نور. بداية مع فايا شو أكتر شيء عجبك بفيديو نور؟ أنا نور دائماً أكثر شيء بحب الجماليات الأستاتيكس طريقة تصويرها عن جد بتشهينا نسافر للمحل اللي عم تحكي عنه. فكيف إذا بلدك الجزائر. Thank you. شكراً فاي. وائل شو تعليقك على فيديو نور؟ حبيبة قلبي. أنا ولا نور؟ إيه لا أنت طبعاً أكيد. شكراً. نور بصي انتي على طول بتفاجئينا وعلى طول حلو. كل اللي اقدر اقوله النهارده يور سيف يعني بالنسبه لي. لا تقدمتي ولا تاخرتي انتي محافظه لسه على المستوى بس هكون عايز منك اكتر. يعني شايفه فيديو عادي هو حلو بس انا متوقع منك اكتر من كده بس مش معناه انه وحش. شكرا وائل. يارا من المحطات الخمسه اللي عرضته النور على شو تحمستي اكتر شيء؟ على الأكل أكيد. لا أنا ما في بقى خلص صلحته استفلي أنا منك لوائل. هو مزبوط هو مزبوط على الأكل بس الحمد لله إنه أنا من الأشخاص اللي صارت لي الفرصة إني سافر لهالبلد الجزائر. أكيد لو أنا ما سافرت
ما شفت الجزائر ابدا، لما بشوف فيديو نور اكيد بتحمس اني اروح، لانه الخمس اشياء اللي حكيت عنهم كثير مهمين وكثير بحمسوا اي شخص انه يزور الجزائر. شكرا. نحن بانتظار اكيد توضعوا علاماتكم. نور، غير النقاط الخمسه اللي حكيتي عنها، شو اكثر شيء بتحبيه بالجزائر؟ الجزائر فيها 48 ولايه، وكل ولايه مختلفه على ولايه ومتميزه باشياء، فلو كان نبدا نحكي ما نخلصش. وفصول فيها، فصول اربع فصول مختلفه، لانها مساحتها كثير كبيره. اكزاكتلي. شكرا لك. خلينا نشوف علاماتك نور على 75. 59. والترتيب بيكون على الشكل التالي يا نور، مع 59 نقطة عن فئة السفر، مرتبة السابعة. شكرا لك. مع راشد المتاعب نتعرف مرة جديدة على السعودية، بس من وجهة نظر المصمم والفنان. مساء الخير راشد. وائل، شو رأيك بلوحة راشد؟ بس عايز أسأل راشد، إيه اللي مكتوب؟ طبعاً فيها خمس أشياء. تيشيرت موجود فيه صورة الملك عبد العزيز موحد المملكة العربية السعودية، وزي السعودي، وفي الكعبة والخط العربي، واللي هو الشماغ اللي نلبسه إحنا السعوديين. بس الكلمة اللي أنت كتبتها شو هي الكلمة؟ في حرف السين. أنا شفتها. هي الحروف. أنا أتكلم عن الحروف. صح. يعني هي مش هنقرا منها حاجه. لا، هي حروف العربيه او السعوديه كده بالخط العربي. طيب، ما اعرفش انا بصراحه، يعني انت من احسن الفيديوز اللي تتعمل، بس حسيت انه الفكره حلوه قوي بس اتنفذت غلط. يعني فكره البلوك شيفتنج اللي انت عملتها في الاول دي، مفروض ان دي تكون مفروض دي تكون النهايه، انك انت ترسمها كلها وهي متبعتره، وبعدين في الاخر تحطهم على بعض. انت في نص الفيديو حطيتهم، بعدين كملت تلوين، كملت رسم، فما بقتش فاهم. هو الناس اللي بشوف الفيديوز اللي بيعملوا الريفيل لحاجه ان هم بيرسموها عكس خلف خلاف، وبعدين بيركبوها فيبين لك قد ايه مخهم رسمها بالعكس، وبعدين رجعوا حطوها. ففي حاجه ناقصه في الفيديو ده، والرسم كمان نفسه حاسه مش انت، حاسه بدائي شويه. يعني شكرا وائل، شكرا لك. العفو يا كرم. يارا، وصلت لك فكره راشد؟ صراحه مش كلها. ما في شك انه الفيديو بحس بدي احضره تاني مره لارجع اركز واساله، يعني اساله لراشد عن كم شغله ما فهمتها. هيدا ما في شك انه من بعد ما فسر لنا الفكره انها فكره كثير حلوه. الابداع ما بدنا نحكي عنه، راشد يعني خلص صار ابداع موجود عنده، بس الفكره حسيت انه شوي بدها اكثر تنفيذ، ما وصلت يمكن مثل ما ضعنا شوي بالفكره. شكرا يارا. فايا، شو رايك بفيديو راشد اليوم؟ بس حلو انه غير اللبس، سوري. خدي راحتك. اللبس الزي السعودي وهيك حبيت. بوافق. انا حبيت الفكره اكثر شيء، بس وما بوافق يعني البلوك شيفتنج، حتى حبيت انه بالنص انه استنوا، لا نسيت شغله لحتى تفهم رجع كمل، بس انه فكره ما كان واضح، القصص الخمسه ما كانوا واضحه، وحتى الخط. بس انت اكيد انت فيديو ميكر، يعني انت من احسن المشتركين بهيدي النقطه بالتنفيذ والاديتنج والموسيقى كثير، يعني ما فيني ما احضره للاخر شو ما عملت. شكرا فايا، اكيد بانتظار توضعوا العلامه المناسبه لراشد. راشد، شو رايك بتقييم الحكام؟ بالعكس، لازم ارسم اراءهم واخذ اراءهم لشان استفيد في المرات الجايه، وهذا الشيء مره يعني لي كثير. اكيد بتوصل الفكره والرساله لالهم يعني بتنفيذ الفيديو. ان شاء الله خير. خلينا نشوف العلامات يا راشد على 75. راشد بيحصل
53 وترتيبك بيكون على الشكل التالي. 53 انت بالمرتبة الثامنة. شكرا لك راشد. مثل ما عم بتشوفوا بين معنا مشترك من المهددين بمغادرتنا الليلة وهو عم نشوف التابلو امامنا بعد مرة. عبد الرحمن الحريري عن فئة الرياضة من سوريا بمنطقة الخطر لهلا، وبيبقى مصير المشترك الثاني معلق لحين مرور ماريلين توتونجيان يلي بتخوض بأسلوبها الخاص وعن فئة لايف ستايل تحدي التعريف عن بلدها سوريا بخمس نقاط. كان يا مكان وبسنة ال 27 كان عرس صبية اسمها نازك. حسب العادات والتقاليد راحت على حمام السوق لابسة فستان من المخمل والأبائيب. بلشت بالتكيس باستخدام الغار الحلبي، وحسب العادات غسلوا لها شعرها بالبيلون الحلبي سبع مرات، دهنوا لها جسمها بخلطة السليماني وماء الورد الدمشقي اللي هو أحد أسرار الفتيات السوريات. طبعاً التعطير كان بالفل الياسمين، أما الفستان بروكار دمشقي. وهيك صارت نازك جاهزة ولا طلت جوليا دومنا. عاداتنا وتقاليدنا منضل محافظين عليها مهما جار علينا الزمن، لأنه سوريا الله حاميها. كيفك ماريلين؟ منيحة، أنت كيف؟ كتير منيحة. بداية نسمع يارا. يارا بالمجمل كيف شفتي فيديو ماريلين؟ أول شيء بعطيها علامة لأنها لابسة الزي السوري تقريباً. يعني عن جد أنا كنت بفضل المشتركين الغير نشوفهم بزي بلدهم، كان بيطلع حلو. هلأ لما شفتها فكرة كتير حلوة. أكيد غير الفيديو ماريلين دايماً معودتنا على الفيديوهات الحلوة. حبيت يعني من خلال العادات والتقاليد الجمالية القديمة السورية وصفت بلدها من خلال خمس أشياء حلوين. شكراً يارا. شكراً لك. فايا، شو رأيك بالنقاط الخمسة يلي اخترتهم ماريلين؟ كتير حبيت الفيديو. فيكي تعيدينا النقاط الخمسة بالضبط؟ هن أول شيء عم بحكي عن، خلينا نبلش من الأخير، عم بحكي عن بروكار دمشقي اللي هو لبسته الكوين إليزابيث بفستان عرسها. حتى تاني شغلة عم بحكي عن خلطة السليماني اللي هي كتير بيستخدموها، الماء البيلون، البيلون، ماء الورد والغار والأبائيب والفستان. أنا بدي أقول إنه بالفيديو شميت ريحة الصابون الغار الحلبي وحسيت صابون. كتير حلو الفيديو. أنا قلت كيف ماريلين بدها تعمل التحدي بالبيوتي واللايف ستايل، كيف حتحكي، بس فاجأتيني وكتير حبيت الفكرة. شكرا فايا. وائل، وين تميزت ماريلين اليوم؟ تميزت انه الفيديو از انكسبكتد، غير متوقع من الجانر بتاعها في الكاتيجوري بتاعتها. عملت قصه قصه حلوه قوي بصراحه، وانا بصراحه كان يعني حاسس ان انا عايز استحمى. انا قلت عايز الجو السوري هلا. اه والله لا، انا نفسي انا نفسي اكون عروسه، فاهمه يعني؟ لو العرايس بيحصل لهم كده طب انا عروسه. شكرا وائل. شكرا. لا بس هو برافو، بس هي حته في الاخر اللي بالنضاره ودي حزك اللي هو انا ممثله يا جماعه. لا بس هو اتس ايه، ليش لا فيها باللايف ستايل تكون ممثله كمان شيء؟ ايه ماني كثير ممثله، بس عم حاول اوصل الفكره لتكون شوي مسليه الفكره. ايه. شكرا على اعضاء لجنه الحكم، اكيد بانتظار علاماتكم. شو الفستان الحلو ماريلين ليه اخترتيه؟ ثانك يو. هذا فستان اخترته من تصميم واحدة من أصدقائي، هو مستوحى من التراث السوري بتصميم عصري. كتير حلو، كتير حلو. تحية لصديقتك. شكرا. خلينا نشوف معدل علاماتك ماريلين على 75. ماريلين عن فئة لايف ستايل 66. ثانك يو. وترتيبك بيكون على الشكل التالي ماريلين. أنت بالمرتبة الثانية. ثانك يو. تاني أعلى سكور لليلة. شكراً لإلك ماريلين. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع هن مثل ما عم تشوفوا أمامكم على الشاشة، رولا قادري وعبد الرحمن حريري.
إذا رولا وعبد الرحمن حاليا بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك، والمشترك الرابح بأعلى نسبة تصويت من الجمهور رح يكون عنده فرصة تانية للاستمرار بالمنافسة، بينما الثاني بغادرنا الليلة. التصويت ابتدى، ولتساعدوا المشترك المفضل عندكم روحوا بأسرع ما فيكم لصفحة الآن على فيسبوك وصوته. وهلأ بنتذكر سوا كيف كان مرور رولا وعبد الرحمن بالتحدي الخامس من نجوم بلا حدود. لبنان يا قطعة سماء كيفك ألم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. ساعات 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 أحب عمري وأعشق الحياة. سلم عليها يا هوا وأحكي لها خطرنا على بالك، خطرنا يا هوا كان ملنا ومالك نحنا يا هوا. رولا قادري وعبد الرحمن الحريري حاليا بمنطقه الخطر وبحاجه لاصواتكم باسرع وقت، ولهيك روحوا بهاللحظه على صفحه التلفزيون الان على فيسبوك وصوتوا للمشترك اللي بدكم تشوفوه بالحلقه الجايه. فاصل وراجعين. جديد بجمهور نجوم بلا حدود وتلفزيون الآن. أخبار أكثر عن المشتركين والتحديات وأجواء المنافسة تعرفوها بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. إشعتك وائل. وهلأ بنرجع للمشتركين الواقفين بمنطقة الخطر وبنسمع رسائلهم للجمهور بهالتقرير. هاي أنا رولا عن فئة الموسيقى. حالياً أنا موجودة بمنطقة الخطر وهيدا الشيء مش شيء حلو. تصويتكم لحاله هو فيه ساعدني، لأنه أنا بعدني ما قدمت كل شيء عندي، بعد عندي أشياء كتير حتى أفرجيكم إياها، وهيدا البروغرام كتير 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 بهمني، كتير بيعني لي، وهو اللي رح يخليني أوصل لشريحة كتير كبيرة من العالم. فبليز صوتوا لي حتى تشوفوني بالأسابيع اللي جاية وحتى تشوفوا أنا شو رح أقدم لكم. أنا عبد الرحمن مشترك عن فئة الرياضة وأنا حالياً بمرحلة الخطر ومحتاجكم تصوتوا لي. تركت كتير أشياء مشان شارك بهيدا البرنامج مثل شغلي. كل يوم أنا موجود فيه بهيدا البرنامج عم أتعلم أشياء جديدة من الأساتذة، فأنا محتاج أني ضل بهيدا البرنامج ومحتاجكم تصوتوا لي. هدف كل مشترك أنه يخوض التحدي بلا ما يوقف بمرحلة الخطر، لكن هيدي هي قوانين المنافسة. بس بوجود الجمهور بيبقى واحد من المشتركين المهددين بمغادرتنا عنده أمل بفرصة جديدة. هون بدي أسأل يارا، شو بيكون شعورك لما تشوفي مشتركين اثنين واقفين بدائرة الخطر؟ أول شيء نحن بحاجة
انه نضل نعمل رياضه، ونحن بحاجه انه نسمع فن مثل فن على رولا. ف نحن ما بعرف اليوم خسرانين على الحالتين بحس. ما سؤال يعني باخر الحلقه في زعل اكيد، خاصه انه هلا عم نخسر يعني الناس أسبوع أكيد قدموا لنا فيديوز كثير حلوين، بس هذا دليل المنافسه عم تشتد يعني، وراح يكون صعب كل اسبوع اكيد، فبتمنى توفيق الاثنين. جود لك. وائل، قديش مواضيع التحديات هيك عم بتساهم انه المشتركين يطوروا امكانياتهم؟ تبقى الموضوع نفسه اصلا بيبقى تحدي بالنسبه للمشتركين، وكل مره بيبقى فيه تطور. وانا النهارده بصراحه زعلان انه عبد الرحمن ورولا هم اللي في يعني في منطقه الخطر، لانه هم الاثنين من ماي فيفورتس اصلا كبيك من الجوري. انا بالنسبه لي في كذا حد ارى فيفورت، وهم الاثنين ارى فيفورت لي انا. عبد الرحمن كان بمرحله بالمرتبه الاولى، فربنا يسهل يعني. شكرا لك وائل. فايا، شو عم بتكون الكومنتس من الفانز تبعولك عن البرنامج ودورك فيه؟ في تفاعل كثير كبير، يعني المحبين كثير هيك حابينه للبروجرام، اول شيء لفكرته، واصلا يعني انا والمحبين على السوشيال ميديا كثير هيك في تواصل، فكثير التفاعل حلو. شكرا لك فايا. هلا بدنا نرجع لاجواء المنافسه، ثواني وبيتوقف التصويت. ثواني اذا بيتوقف التصويت، وبنعرف مين المشترك يلي انقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسه، ومين المشترك يلي للاسف بغادرنا الليله. عبد الرحمن الحريري عن فئه الرياضه من سوريا، من بعد المرتبه الاولى اليوم موجود بدائره الخطر. رولا قادري كمان احتلت مراتب عالية، واليوم لأول مرة بدائرة الخطر. الرياضة والموسيقى، الرياضة اليوم ما وصلت الرسالة حسب ما قالوا بعض أعضاء لجنة الحكم، ورولا ما عجبهم الأدت تبع الفيديو. بحب لكم أن توقف التصويت، والنتائج صارت جاهزة. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر، مين هو يا ترى؟ مبروك لعبد الرحمن. للأسف رولا قادري بتغادرينا الليلة، متمنى لك كل التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. نلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون الآن. مفاجآت والتحديات الجاية أكيد رح تكون حماسية لأقصى حد مع المواهب العشرة الباقية، كل واحد منهم مصر يحقق حلمه بالوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على ألف خير. Thank you.